لا نفس النقطة كام؟ واحد. حكمت المحكمة القضائية ببراءة منصور محمد اليماني منصور مما أسند إليه مع مصادرات المخدر المضمون. حكمت المحكمة بمعاقبة محمد السعيد علي يونس بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات عما أسند إليه وبتغريمه مطلق 10,000 جنيه وألزمته المصاريف الجنائية. حكمت المحكمة حضوريا ببراءة رامي شعبان عبد العزيز مما أسند إليه مع مصادرة المخدر المضبوط. أسامة ومحمد. حكمت المحكمة حضوريا ببراءة أسامة أحمد الحمد ومحمد نصر محمد فتحي مما أسند إليه وبمصادرة المخدر المضبوط. محمد حلمي ومحمد فؤاد. حكمت المحكمة حضوريا ببراءة كل من محمد حلمي علي حلمي ومحمد فؤاد إبراهيم مما أسند إليه. وليد أحمد نور الدين. حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة وليد أحمد نور الدين مصطفى بالحبس مع الشغل لمدة 2 سنة عما أسند إليه وبمصادرة الصور المضبوطة وألزمته المصاريف الجنائية وأمرت بإحالة الدعوة المدنية إلى المحكمة المختصة بلا مصروفات. سمير عبد العظيم. حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة سمير عبد العظيم بسيوني عبد الفتاح بالحبس مع الشغل لمدة 1 سنة عما أسند إليه وألزمته المصاريف الجنائية. محمد شعبان. حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة كل من مرفت محمد الدسوقي محمد ومحمد شعبان سليم بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات عما أسند إليه ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط. يؤمر بإحالة الدعوة المدنية إلى المحكمة المختصة بلا مصروفات. علي إبراهيم. حكمت المحكمة حضوريا ببراءة علي إبراهيم سعد عبد الحميد مما أسند إليه. زياد حمادة ومحمود أمين. حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة كل من زياد حمادة محمد أبو طالب ومحمود أيمن محمد أدري الحداد بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات عما أسند إليه وبمصادرة السلاح الأبيض المضبوط وألزمتهما المصاريف الجنائية. رفعت الكاس.